والإنسان المحترم ما تعطي قيمته، كيف تبي الولد يمشي بطريقة صحيحة؟ لما أنت تأتي حق المخترع ولا حتى تقابله بالتلفزيون والطبال والزمار اللي ما يسوى فلس ما يسوى نكلة على قد إخواننا المصريين وقاعد يترزق قدامنا، واللي تعب ودرس ما تعطي أي قيمة. بس أنت الآن هذا في ناس يرون أن هذا فن، يعني أنت لا ترى فن. الفن ما هو طياحة حظ وقلة أدب وقلة قيمة، فلا نضحك على روحنا، الفن ما في معناه تخلى عن أخلاقنا وعن قيمنا، لا نضحك على روحنا ونمثل، ومن قال لك الفنان قدوة؟ أنا ضد هذا الكلام. أنا ما أخاف من الحق لأن أنا أعاش هذه المشكلة، أنا داخل مع الناس، أنا مو قاعد مرض، أنا قاعد يوميا في مشاكل الناس، الناس يضيعون، الأولاد يضيعون، البنات يضيعون، المتى نسكت حتى يرضون علينا شنو؟ الله حيسألنا يوم القيامة، وأقولها صراحة كلمة الحق وأقولها حق ترى مرة، إحنا الآن إذا ما تصديناها بمنتهى الجدية، أنا ما أقصد أطعن سين وصاد بنفسه، لكن المشكلة تعدت المجاملات. الإعلام ليس فرض علينا بل سيرنا. ولا تكلم عن الإعلام فقط في العالم المحلي بل الإعلام العالمي. ومشكلتنا على فكرة ترى ليس في الشرق الأوسط، ترى في أمريكا أسوأ منا بكثير. أنا أذكر اللي كان في درسنا العلاج النفسي المعرفي قدموا مشروع للكونغرس الأمريكي بتوقيف هوليوود، قال قاعد تدمر الشباب. طبعا هذا الكلام لما تسمعونه الحين تضد الفن، اللي قالتها واحدة أمريكية رئيسة الكلية اللي تدرسنا الكوجنيتيف ثيرابي العلاج النفسي المعرفي، قال يا جماعة الخير الأفلام الرعب وأفلام الخيال وأفلام الجريمة قاعد تدمر الشباب، الولد يطلع مجرم، أنتم قاعد تتعلمون الإجرام. تكرار على الموضوع، مو بس تكرار، يسمونها مدخلات، مسلسل غلط، أفكار غلط، لا صار الولد ولد، لا صار البنت بنت، صار أفكار مختلة، صار عادي يمسك المسدس ويقتل، هذه علامة الرجولة. بل إن السيجارة تلقى بالفيلم موقف ما له علاقة، سحبت السيجارة، حتى مسلسلاتنا موقف ما له علاقة، سحبت الأرجيلة. ليش؟ لما تطالع مثل هذا إعلام موجه يقصد قصدا عمدا ليس إهمالا تدمير الشعب، سواء كانوا يعرفون أو لا يعرفون. المسألة تعدت المجاملات. أنا أعطيك على مثل بسيط جدا، من متى نتكلم عن مشروبات الطاقة؟ نتكلم سنين كثيرة، في ناس ماتوا منها ولا زالت مسابقات تعمل، يا تقنعني أن هذا عدت احتباطا؟ من متى نسمع مسلسلات لتدمير أسر الكويتية؟ تعدين يقول هذا أتت اعتباطا؟ احنا نقول 5% من مسلسلات، 6 مسلسلات على طول، واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع، كلهم تدمير أسر خليجية. ليش؟ لم تعرف أن المسألة لا تأتي اعتباطا. بس المنتجين يقولون هذا واقع، هذا ليس واقع، واقعكم أنتوا مو واقعنا احنا. أنا أسألك سؤال، هل أبوك خان أمك تزوج عليها أختها؟ ما صد، وين صارت هالكلام؟ هذا واقعكم أنتوا المريض. لما نأتي ونتكلم من واحد العلمية ترى المسائل أصبحت يعني تعدت المجاملات. أنا أتكلم على أسر شوهت، الزوج شوه، الزوج شوهت، الأب زوج، حتى الحب ما أصبح يصدقونه. أنا لما أتكلم الحب أنا عايش الحب، وضع طبيعي بالنسبة لي، أنا مسلم، أفشوا السلام بينكم، علمنا الإسلام أن نتعلم هذه اللغة. لكن لما أتكلم أولاد البنات ما يصدقون هذا الكلام، يطلعوني كني من المريخ، صرت أنا غريب، أنا الطبيعي صرت غريب. وصلنا مرحلة الآن أخرجوهم من قريتكم أنهم أناس يتطهرون، وأقولها صراحة وهذه الكلمة الله يسألني عنها يوم القيامة، وأنا هالتخصص الفساد الآن تعدى الدم، وصل للDNA، الذوق فسد، وأقولها بأعلى ما في صوتي أن المسألة تعدت المجاملات.